نريد فيديو تفاجئهم، شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع سارة الوراء اللي أطلت امبارح من مجموعة من الاسطوريات وظهر شي بجبهتها، والجمهور سأل سارة شوفي بجبهتك، وهذا كان رد سارة. خوف أنا ما بعرفو مقتنعة، وكنت عم بتشمس فمحروقة من هون، هدول تأشروا فانحرقت من هون في البين كأنه مضروبة على جبهتي، بس ما في بس من الشمس. إلى بسام إسماعيل اللي صرحت امبارح من خلال مجموعة من الاستوريات انه هي عم تجهز لأربع أغاني بعد نجاح أغنيتها الأخيرة 10 كفوف، والجمهور كتير متحمس لجديد بسام إسماعيل. نمر إلى نارين بيوتي اللي تفاعلت من مجموعة من الاستوريات، صرحت نارين انه هي عم تاخد مشروب لا تسمن، وتوقع الجمهور انه نارين بيوتي عم تجهز لعرسها اللي راح يكون بالصيفية. كمان نارين كشفت عن إطلالتها في عرس أصدقاء رامي، حليب موزة 5 تمرات ونص حبة أفوكادو بحطها بالكاسة وبشربها يعني لبين ما قبل ما أطلع من البيت، وبرجع بشرب مثلها بالليل، يعني بشرب 2 منها باليوم عدا عن الوجبات اللي باكلها. وبصراحة حسستها أنه عم بتفيدني. هلأ أنا من قبل كنت أحط مكملات غذائية هاي الباودر، بس وقفت لأنه ما عم بتدرب كتير، ما عم بتدرب أبدا صراحة لأنه كتفي لساته مضروب، الكتفي انضرب، ويا الله شو اشتقت العب بوكسينج، شو اشتقت العب بوكسينج بشكل هيك دش دش اضرب وهيك يعني هيك اجهز حالي للاعداء واتعلم حركات. رح انشر لكم فيديوهات لما كنت العب، وحشه كنت.